وعلى الحكومة توفير الدولار بالبنك المركزي إلى جانب ضبط الصرافين الغير مرخصين، يوفروا الدولار بالبنك المركزي على أساس يستقر سعر العملة. إغلاق عشرات محلات الصرافة في عدن وتعز ومأرب خطوة جديدة نفذتها وزارة الداخلية في جميع المناطق المحررة، عطفا على قرار البنك المركزي إغلاق كل محلات الصرافة غير المرخصة من الجهات الحكومية المعينة. فما هي إذن أهمية هذه الخطوة؟ يعني لو قلنا أننا سنتجه إلى حل مشكلة المصارف بحد ذاتها فقط، فإن لا تحل ولا تلامس قضية المواطن وغلاء الأسعار، وإنما حل بسيط وجزئي. آراء المواطنين في أكثر من محافظة أجمعت على أن هذه الخطوة ليست كافية لإيقاف تدهور العملة وإنقاذ الاقتصاد الذاهب بسرعة نحو الانهيار. خبراء اقتصاديون رفعوا أصواتهم لتحذير الحكومة من التعويل على خطوات ليست رئيسية لإصلاح الخلل القائم، ولفت انتباهها إلى معالجات اقتصادية حقيقية يجب عليها اتخاذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولعدم وصول الوضع إلى ما هو أسوأ. ليس الخبراء فقط من أصبحوا يفهمون ما يحدث في البلاد، فالمواطنون أيضا باتوا يرفعون أصواتهم منادين بإصلاح منظومة السياسة والاقتصاد والأمن كحزمة متكاملة يمكنها إنقاذ اقتصاد البلد. المشكلة لا تكمن في الجانب المصرفي فقط، يعني معالجة مصرفية بمعنى معالجة مالية فقط، وإنما يجب أن تكون أيضا معالجة سياسية بشكل عام. أولا قبل كل شيء يجب أن تفتح الموانئ حق الدولة بالكامل، من شحن إلى نشطون إلى ميناء المكلا إلى ميناء عدن إلى كافة الموانئ اليمنية بالكامل. لم تتخذ الحكومة الشرعية إجراءات عملية لوقف تدهور الاقتصاد، وأكثر من ذلك قامت بسحب جزء من الوديعة السعودية في البنك المركزي. المنظومة الاقتصادية بشكل عام تعاني من فساد إداري ومالي، ربما أقلها صرف راتب محافظ البنك المركزي بالعملة الصعبة وبما يعادل رواتب 300 موظف، بينما يعجز عن إيقاف تدهور العملة التي ارتفعت خلال أيام من 500 ريال للدولار الواحد إلى 530 أمام مرأى ومسمع جميع القاطنين في قصر المعاشيق. هل تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية ومتكاملة لإنقاذ الاقتصاد؟ أو بالأصح متى ستفعل الحكومة ذلك؟ لأنه إذا استمر الوضع بهذا الهبوط ستدخل البلاد مجاعة أسوأ مما هي عليه، وسيصعب تدارك ما يمكن تداركه اليوم.